استطاعت انها ذيك المرحله القصيده الموريتانيه محاوله من الليل والسنوات انها تتجاوزها. وذاك تجلى في كثره المشتركين وانواعهم في المهرجانات السنويه لاتحاد الادباء والكتاب الموريتاني. ما يخص الشعر الحساني ايضا يمر بنفس المراحل، ولكن نقاع كان اساسا ثقافه ذاتيه ما هي مهيئه عند الناس، في راي الناس انها ما هي مهيئه للنشر. البعض يعتقدها نوع من ترف المجلس، هذه بعد رؤيه خاطئه تماما. لك شاء الله وضحتوا في توكم يعني رؤيه خاطئه تماما للقصيده الحسانيه ثريه وقوتها التعبيرية نادرة ومتعددة الأبعاد. وذي الطفرة ما شاء الله في الشباب يقولوا لغنى، شفت شباب فعلا يقولوا لغنى، اللي يقولوا لغنى اللي تسموه لغنى. تختلف مستوياتهم، ولكنهم بعد يمثلوا جيلهم اللي هم فيه يمثلوا. شكرا جزيلا. مشاهدنا الاستاذ عنده كتاب اصدر له سنتين، عنده سنه له سنتين ومن جماليات، انا اعتقد انه عندي سنه زياده من هذا، من جماليات الشعر الحساني، واساسا له دور مخرج، له دور حول ان شاء الله الحوار فيما يخص الادب الحساني اللي فيه فقرات وفيه الحقيقه دراسه نقديه مهمه اللي وضحت من الامور. لين نبدا نقرا شوي تبقي نقرا بهذا. تفضل على راحتك. بالتوف التمهيد. شعرنا الشعبي ذاكرة حية للتاريخ الوطني وحاضن أمين لموروثنا الحضاري بكل عطاءاته المختلفة، فهو ديوان الأخلاق الكريمة والقيم الفاضلة والملاحم البطولية وغيرها من روافد الفعل الحضاري، كما أنه برهان ساطع على عظمة الشعب الموريتاني وقدرته على الإبداع والتميز وسلامة فطرته التصويرية ورفعة ذوقه الفني. لست مميزاته. يتميز الشعر الحساني بالعديد من الخصوصيات مثل الإيجاز واختزال المعاني الكثيرة في قاف من أربعة فلوات مثل عيني تجري بالدمع اهتن على النحر صبابة. فكلمة صبابة مفعول تواصل واضح سرد المخصات. بالحقيقة الكتاب جبتوا فيه شيء جديد، تحدثوا عن الصورة فيه وعن ركيت تحدثنا شوي عن مكانة الأدب الحساني. أنتم تسموه الأدب، قد سمعت تقولوا عفوا تختاروا تسموه الأدب الحساني ما الأدب الشعبي، لأنه يعني تحدث عن قيمته في الموروث الموريتاني. شفت انا ظاهر لانه نرجع للتسميه شوي نتوقف عندها. تسميته بالادب الشعبي ظلم له، لانها تجعله في اطار الفولكلور، وهو ما فولكلور، وادب كامل المعنى، هو ادب بكل المقاييس. معناها انه قدرته التعبيريه متكاملة، قدرته البلاغية هائلة جدا، قدرته التصويرية معناها ما فهم أي نقص من نواقص المادة الأدبية تنقصه. من ناحية أخرى يتناول جميع الأغراض اللي يتناولها الشعر الفصيح. المسألة الثالثة هو أنه ما في الحسانية، ما فيها كلمة ما هي مشتقة إلا قليل. اتركني من المسميات، المسميات هي ثابتة، الحجاز حجاز والعراق عراق والشنقيطي شنقيطي، هذه مسميات ثابتة. ندخل في إطار اللغة كما كان قد تكون أعجمية وقد، ولكن الحسانية هي كلغة متعاطة ما فيها كلمة ما هي مشتقة إلا نادرا. مشتقة من اللغة العربية الفصيحة وبعدها اللساني متكامل. مثلا ما عندها نقص في مجال البعد اللساني. لذلك انا شخصيا اعتبرتها مرحله من مراحل تطور اللغه العربيه. والشعر الحساني عدلت له عمليه قياس بسيطه على الشعر الاندلسي، الشعر الاندلسي كان في زمنه يقولوا النقاد والشعراء ذيك الساعه انه خسر اللغه العربيه وانه ما هو عربي. عقب عاد من اكبر روافد الادب العربي واكثروا جزاله
في الصورة، جمال الأسلوب في الصورة، في السلاسل، في الأريحية، أسلوب جميل. وفيه خاصة فيه الموشحات اللي بعض الناس ما يعتبرها الشعر، وهون باط هون باط عندي مفارقة. لسان الدين ابن الخطيب ديوانه فيه حوالي 700 نص، 700 عنوان. أجود قصيدة عنده وأروع قصيدة عنده وأكثر قصيدة عنده الشهرة ما هي موجودة في الديوان. لماذا؟ لأن يبدو أن الباحث والله المحقق اللي حقق الديوان اعتبرها ما هي الشعر، هي اللي موشحة. هي جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما في الكراء أو خرسة المختلس. هما شيء قصيدة رائعة من أروع من عيون الشعر. لذلك نجي هون لسؤالك، مكانة الشعر الحساني. الشعر الحساني أداة أساسية يمتطيها الشاعر الموريتاني للتعبير عن وجدانه. وهون إلين نقول لك عنه أداة للتعبير عن الوجدان، معناه أنه مرتبط بالوجدان ارتباط حقيقي. الموريتاني إلين يقول قاف، سواء شي دور به، سواء كان مديح أو فخر أو الهجاء أو غزل أو نسيب، هو هذا القاف يحمل ثناياه عاطفة بمصادر، لا يحمل لمسة نفسية خاصة جدا. مثلا الترم بدرقاف اللي انتجب عيني تجري بالدم أهتا على النحل صبابة، هذا رجل يعرف مدفوعه، يعرف مدفوعته واضحة. يغير هذا القاف اللي قالوا حد سمعه يشك انه شيباني من المحاضرة، في دروسه المحاضرة، اللي اهتم غريبة بها الزين في ذي البلاد ذرك على النحر صبابة مفعول لأجله، مثلا ما يقدر يستهدى عليها بها مثل الزين. واللي قد يقول الإنسان في قاف من حويوس قد لا يستطيع يقول شاعر في قصيدة يقوله في قصيدة كاملة. هذا جعله مرتكز أساسي في تطور الجمالية لدى النفس الموريتانية. واضح. لذلك لين اسمع يقول لك واحد من والعبدك زين، والعبدك يقول لك الأخوي باخلات وانقطع مولها وإلى بتنات مولولها. هون هو مناضل ضد الفرنسيين، حطموا الخويبة وهربوا نصارى منها، ومشاو هما وقالوا لهم منين تبنوها ولوا له ولين بناوها ولا ولها وحطموها مل. مثلا ذا قاف، ذا قاف ذا اللي فيه ما يقدر ينقال في قصيدة كاملة. بعد ما القصيدة تعطينا بيدي في قصيدة تحت 200 ل 300 لا ولا يتعبر، لا اياك تقدر تعبر، تجيب له معنى كامل. معناها هو عنده قدرة على الاختزال، اختزال المعاني وايجاز المعاني. واضح. فحويص اربع تافلت تيتام كاملة قاف فيها. تمام. شفت نزلت فلي لعلى بترى لبلاد اللي مرتها، مثلا هذا اجعل لبلاد برمتها، اجعل بأرض الله كاملا بطولها وعرضها أخرى بلاد أخرى، واجعل لعلى بلادي كل نقطة اللي نزلتها فلي اجعلها هي لبلاد. واضح. ذلك نوع من التعبير، قدرة فائقة، نوع من التعبير غريب. يسمحوا لي المشاهدين، ما نقدر كثر اتصالات بلي الوقت ما كثر كثر حتى، ولكن معنا قضية ناقشوها من ناحية الحق عميقة شوي ويطلب الوقت نقبل اتصال ظهرين وياك نقدر نجبرهم في الوقت. لين نتخطوا محور المكان اللي هو تحدث عنه قاعد ينقص توظيف الثقافة العربية الإسلامية في الشعر الحساني. هذا حديث ولا حرج. لأن ماذا من يدلك من اللي يدلك على أن الحسانية عربية فصيحة زي؟ وعنده نفس القوة اللي عند العربية الفصيحة. لماذا؟ لأنك لين تسمع قاف مضمن في العربية ولا مضمن في القرآن، هو لك ما في من يشاف حق
سألني عن ميمون أراه تقرأ ساحل قيم يا عمي، تساءلون عن النبأ العظيم، حد نعت لي بلماتي وقف لي يسأل جميلون كافر يوم تاتي كل نفس تجادل. أنتم قلل في الملاهي وأنتم اللي قاف نقولوا يغلبني يقولوا لله بعد القوة والحول، مثلا ذا حدث ولا حرج، مثلا بسيط عندهم جدا. هذه جبتوا فيها مثيرة كثيرة إن شاء الله في كتابهم. ما قلت حد سمع تضمين ولا اقتباس في القرآن ما يحس بنشاز، ما يحس بأي نشاز لما تقارب اللغة والله من قدرة المغني على الإمام. المغني لو كان اللي ما وجد تجانس في اللغة قدام ما يقدر يدخلها، يعني يعود في زرايق تعود واضحة تمام. ذكي ذكي واضح. ولين يتكلم مثلا يتكلم عن الفكار والطيار وهذا غير ذك، هو واضح ان هذه كلمات داخله لها جلاس وبنك تماما. بينما هذه لا يتجد تجانس مرين في الحلقه، ترى تجانس غريب. تسمحون لك باتصال واحد؟ تفضل. اعطونا متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا، تفضل اختي الكريمه. مرحبتي بك. مرحبتي بك سيدتي. مرحبا وسهلا. شاكرتك على البرنامج الرائع وكفر من رائع. شكرا جزيلا اختي الكريمه. انا شاكرك على الاتصال، ودائما لغه اتصالكم ملاقط نحويت به. ما فهمش مقصود الا الخطوط بعد. في الليله ابو يشد الضيف العظيم. حق. زادكم شرف والله، كنت برنامجكم حسن جدا. صحيح الله يجزيك. زادكم الضيف عندكم شرف. اكرمكم الله. عندي سؤال والله اثنين. تفضلي. ليك تجارتك تفضل. والله من بداية في البرنامج انا كل ليلة نعود عندي سؤال، وين رايكم ليلة لا تصبروني نقول لكم. تفضلي. شوف عندي طلعة والله اثنتين قبل سمعتهم، اللي بقيت تعرف لي من قايل. لكن عينك على بدعتي. انا ما شرط لي ان اعرف. تفضلي. تفضلي اختي. وشوف واحدة منهم نعرف ليالي المجيد ذاته في تل الرشيد، ما ينحسبوا ما زلت جديد من عمر ناني مطاني. عباد الطلع انا ما نعرف المن اظهرهم لي ظاهر لي ظاهر لي بعد من حد من التقاني سقاني الرشيد سعد فرض لي روقي البيزيد. ها هو أغفل لي روقي البيديد من حر من زن من حر الحمامي. واغفر ليالي من تعبيد واغفر ليالي بالشامي. هو اللي قال لك نزل تعود حدنا بتقالف اللي فهم الرشيد قطعا. واغفر لي من شماه بجديد فطار جبرته قدامي. وهم مليار دخرة ما هي تقانت بها اللي فهم الى اخرها. فهم انشيري. معناها انه بدل قاتل وهم هو قاس الشام هو قاعد ما عنده حدود ويبدو انه راح حاله. لا لا بالخالي سمي. شكرا جزيلا شاهد على كل حال. ايوا شوف حميمي عندي طلب ثاني. تفضلي. تفضلي الوقت ما كانت تكتب راحتها. ايه واحد اي حد في نوبه يعطيه مول الملك الواحد لحد. حد مونك فيه ويبقيه ومعاه يفوت متوحد دهر طويل وهو في يديه الشاي وقواه مزاد الحد ويعقب من تالي يرزق به حد اخر ما ذاك الحد. لا لكن اختير في عربي الغنية. شكرا جزيلا. عندي قلال انظركم طلعوا جمل. لاك قصه الاخر سيروا لهم الدخره، خرسيروا للمغنيين. لاك عيك على الدول. لاك خرسيروا بعد واحد معنا احنا. خرسيروا للمغنيين. شكرا جزيلا. انا ما بس لك حد كذا جاوبني. شكرا جزيلا. انا اليوم تلميذي مع استاذي. يصبر يصبر لو ود الحد ثاني يطلعوا لك. لو تمشي للرسائل القصيره ان شاء الله ونعود. ما انت رفض قال ما نعرفكم يا ولدي ما نعرف اللي كتب عني. ايوه تفضلي ندبر لك بحد يلا طلعوا تفضل. ايوه شوف. خالك حد من الولايتين سير يمشي من هون على نواقشوط فيه سحاب وفيه فيه البلول وفيه سيركيلاسيون كثير. ايوه. ومنين الحق بليدن قالها سماكو؟ جاب الساكر تبقاف. ايوه. عاد يقول عقب نبيع نواقشوط وزحمه سير والمتينه يوقي راعي سماكو ومباراه مهمين. ليش كيفو؟
ما محتاج تطلع عني على استاذ كمل قاعد شوف قالك استاذ انه ما محتاج تطلع انه المعنى شفتي وخالق خالق خالق ايوه كرم شفتي شفتي ميزه ايوه كرم انا سمعت تعليق شكرا جزيلا سمعت تعليق شفتي ميزه الغنى الشعر الحساني ميزته هو ان يقول رقاج اللي يبقى يقول في قاف ما محتاج يطلع قاف ولا خالق رقاج ما يقدر يقول اللي يبقى يقول في قاف وتعود الطلعه عاده لا نوع من الاطناب يبقيها رقاج وتوه يبقى يزيد زين حتى وبالتالي اذا القاف ظهرك يكمل ملاش تلا الله يقول قاع ما هو مشى من منطقه وجاء المنطقه وتبدل الجو وتبدل الكامل وقالوا فرمعتي في الواتم لا من جرنا كافين محور نتحدى عنه وخصوصيات شعر الحساني انتم ما شاء الله جبتوا خصوصيات في الحقيقه ما هي معتاده وجبتوا عليها مثيل ملي منها من النصوص منها القدره على الايجاز واختيار المعاني تحدثنا بطلع مع خصوصيات الشعر الحساني شفت الشعر الحساني يتميز بعدة مسائل ما هي موجودة في غيره من الأشعار اللي قد قريت سواء الشعر العربي أو الشعر الأجنبي اللي منه قد قريت مترجم من هذه الخصوصيات الانسيابية عنده نوع من الانسيابية غريب اللي قال لك قال يا ابراهيمي لا جيت له الابراهيم العبد قول لهم عنك لا يتحدي سول عن حد هذا ضرك هذا ضرك من ساب السيابيه غريبه الين يقول لك واحد ضعف عقلي بعد التلهيه كان اصلوا بها متمتن والين قرابت عادت فيه من بعد ضعف قوه ما تفطن بدأ ذيك من بعد ضعف قوة بدأ لها حضر لها من حيث لا يشعر في اعتقادي من البداية ضعف عقلي بعد التلهي حضر لها من هون وقال في النهاية من بعد ضعف قوة مثلا هذه الانسيابية غريبة كيف محمد للشد رحمة الله علينا وعليه قول المنهج شيء عني إذا أنا هو قول لها عني شيء ما نعرف شنو هو بارك تعرف هو معتاد حالات من الانسيابيه غريبه مثلا يتمونك عند الانسان يتم لا ناشي في الانسيابيه المساله الثانيه هو قدرته كيف قلت لك على الاختزال اختزال المعاني قاف يقول رقاج فيه قد اللي يبقى لين يعود لدرجه انه يعود ما تلي قد يزيد زين العزاد الان نوع تماما ما تلي قد يزيدوا لذلك وذا هو الجاي منه قاف الشور وقاف النحية هذاك شكي قصة تفصيل الشور تنقال هذا الشور اللي يعود يقول عنده يسمى بحالتين حالة غزوان هو نوت تنخبط وصلة تنخبط وتشوهد احيانا وخالق شين قالوا شوار الظل الناس اللي اصلا ما هي عند زوانيا غير تتنهول على لروايات اخرى والنحيه اساسا تنقال هذه النحيه اللي تنحى ما مشوهد بها الشور منحيته كيف القاف اللي يعودوا الناس مجمعين في الزوان كلهم يقول قاف ما هو اللي يقول قاف ناقص لا يقول قاف كامل وقاف اللي لا يقول ما هو اللي يقعد من ستي في الواتن لا يقعد الا من اربعتي في الواتن اللي قاف الزوان لا يقعد الا من اربعتي في الواتن يكون الى عاد ما هو في شور ولا هو في نحيه ذاك قد يقول قاف مستت قد يقول قاع طلعة مثلا مقام عاوي ايه طلعة سواء في كار عند كار ريلتيت كلهم كل بلد من الزوان عنده حرجان سمع معناها ان القاف اللي ينقال على الايقاع ايقاع الشور الله ايقاع النحيه لا يعود الا من اربعتي في الواتن ولا يعود كامل مثلا ل ل ل
يجم لي هاد اللي ننوب التاس البيت لا جيب والله يجم لي متس ورا نيت في الطاري واش لا يقول هذا قاف من هذا قاف من كيفان قاف من كيفان الارحال ما يقول على شو شور من الارحال مثلا كيف يا سيد محمد لجالت تدينيتك في الهول تمرسكي وصلسكي لقالت لي مين في الهول دزيت مبر اسكت هذا القاف له هذا القاف له يجي كامل وهو لا من اربعتي في الواتن وجريه المعنى المطلوب جا فيه كل شيء جا فيه كل شيء معناها عن هذه القدره على اختزال المعنى المعاني اربعتي في الواتن حاله غريبه ايوه هذا متقاد فيه قاف من حويوس وقاف من 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 البت الكبير حويوس اللي اربعتي في الواتن والبت الكبير اللي عيم شيء العشرة عشرة زين متقادين فيه كلهم يقد يقولوا يقد يقول قاف يقول فيه اللي يبقى يقول فيه معناها شنو معناها عنه هذه القدرة على الاختزال والإيجاز حايدة عن القياس ثم ميزات أخرى من ضمنها الحيرة الحيرة ما هي موجودة في الشعر ما هو الشعر الحساني حسب علمي كيف؟ حسب اللي قد طلعت تبارك الله الإنسان يتم يقول إلينا هو بجوابه ما يعرفش يعدل ما يعرفش يعدل خديجة درت ترق خديجة درت ترق فخلاقي ما رقت ودرت خديجة تدرق عزتها ما درقت درت معها الخلق أملي ما خلقت منتهى الحيرة حق وله واحد قطعة ما تلا يعرف وين يعمل كيف درت خديجة درت ترق فخلاقي ما رقت ودرت خديجة تدرق عزتها ما درقت ودرت معاها نخلق أم اللي ما خلقت هذا تعرف هذا هون ما تلا مثلا هذا الوحدة قطعا في الحيرة ولا حير أيضا الصورة وتعدد الصورة هذا ما هو موجود ما هو في الشعر الحسان نرجو متصل نرجع للصورة إن شاء الله فضل أعطينا متصل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي مرحبا بك سعدنا شو أصحاب الجربات معك مختار المريد من جامبي مرحبا بك مختار المريد من جامبي شحالك يا جربات شحال جالي اثنين هيا ياك لباس بكم ايوه احنا بعد رعد وخلص معك محاضرة من الدين جبنا لكم مستوى جدا تبارك الله شو ما زنتوما والله لا ولا نقول لك والله 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 شكرا ما فينا ما فينا ما نقدر نعودوا فينا من مثل وجه اللي قد نقولوا قاف ولا طلع قال الثاني ولا ديب ضده صعب لك عندك الحق عندك حق كيف يفتوى مالك بالمدينه لا الحق رانا نحيين وتحيه حاره من جنبي هون انا اعرف انت ذاك بوسوير عندنا لان قوموا هنا وانت تصيب منه وراجل ان شاء الله السلامه والعافيه ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا تحيه لك تحيه لجاليتنا في جامبيا وجميع الحلقه ويتم يوجه هذول دباء الصغار هذول دباء الشباب يتم يوجهوهم ويعطوهم النصائح النصائح اللي يستخدمهم اللي يستخدمهم مثل الجود وما شاء الله كثيرين لك شكرا جزيلا وتوفوا انا بحييكم وبحيي برنامجكم المتميز شكرا جزيلا احمد كريم مرحبا بك الشعر قاعد ما جبتك زين بدي بدي على الشعر ما قد قاعد كان بيقول انا كلامي بنصان شكرا جزيلا احمد كريم مرحبا فيك سارة مرحبا شفت صوره قلت لي الصوره في الشعر صوره حسن. الصوره تعدد الصوره في القصيده الحسانيه في الطلعه في الغنى نادر مثلا يقد المغني يصور لك كل الأزمنة مثلا لا يصور لك الصيف لا يصور لك الخريف لا يصور لك الشتاء لا يصور لك هو ما اسمه الصيف ولا اسمه الخريف ولا اسمه الشتاء يقد يسميهم يغير يقد يصورهم لك ما اسمهم يغير يقد يسميهم ويصور مثلا لا يجيب لك صورة لقطة كيف تبارك الله طاحت عايشة من تلمختار فوق حشيشة مو فوق حمار هاي ضرك صورة أي صورة هذا قابل محمد الأحمد يورا أي كاميرا في الحقيقة ولا قبض به لقطة لقطة صورة جاهزة جعلك وكأنك تخرص الحمار
يخرص عيشه طايحه بالشيشه وهو الغرض من ذا القاف كامل ياك تنسمع عيشه انت المختار مالي مزيان هو الغرض من القاف كامل كيف ما راح شيشه لك هو كيف ما يم تركاب الاخراب عليه خلي بابا زين يا تدري كتاب عزيزه وقت تدري كتاب عزيزه وقت تركب خرب في باب خيمتهم تركابه هو كيف التركاب الاخراب على بابه هاي فيها الصورتين كلهم لقطه تدري كتاب لقطه تركاب الخرب تركاب الخرب كلهم جاهزه للمشاهده كلهم لقطه بتوف مستقله بذاتها روعه يقبض لك الشاعر ويطرح لك مارت الزمن راه درك يعود قريدي بخرف والباقي عاد خريف والسدرة لحقت جنب السيف وعليه الأوراد سواريت منظرك اللورة يا لطيف يجف الماء ويبطي تيت هذا لو يلين قال يبطي تيت معناه انه جاب الأوراد يقول لك بوياتي والمحمد الحاج هذا ابو السيف والد الكفير يقول لك بوياتي والمحمد الحاج وكر الباطن مجدوب الهيب دخلوا والسن لأراقيب ومرات القلات مجاذيبهما تلقلات بلام اسكت الصيف ادندج الله ادندج الصيف غير الباطن ما فيه العيب قد اللي توخذ الكرامة تنزل بو عياش القريب صار عرض وكدام وكدام اسكت معناها انه طرح لك مارت الصيف لين ما خلاك تقد تلود لزمن ثاني غيره يقول لك واحد هذه زي صورة الزمن واحد الصقاع يقدي يعدل لك صورة الزمن يا غير يعدل لك صورة بانورامية معناها كل الشخص اللي مشتركة في المكان والزمان يخلطها لك سواء اللي منها عاقل واللي منها حيوان واللي منها جامد واللي منها حي ما نبغي الواحد في الذات تكتني يمول الصفات ما شفت خيامات قللات تخريف على راس وريمة زويرة بيضة فارقة عليها الربيع من الجهات كاملة خيامات قللات على راس خريفة على راس وريمة وغنيمة ساحل الخويمات عند مليزم فيه شخيم سكحت وكليبة تنبح وجديات وذوي بحاوة الغنيمة شوف وهون قبض الخيام وقبض الزويرة وقبض الربيع اللي فارقة عليهم وقبض مليزم الماء مبرك الماء وقبض الغنم وجديات والكليبة وذوي هذا ما اعرف الكيك كامل ما دام الشجع الحسني بدرجه لحق درجه من الغناء وغني بالصور لماذا ما اهتموا به الباحثين والنقاد والفوا فيه في الحقيقه؟ عندي تالي فيه معدوم والله قليل ما نعرف انا شفت 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 بدا يجمع فيه بعض بدا يجمع بدات الناس تجمع الادب تجمع الشعر تجمع الشعر يا غير الصل كتابه فيه كتابه فيه وتبيين محاسن النقد فيه وقع هو شفت هو النقد فيه انا بالنسبه لي ما هو كيف النقد في الشعر الاخر هو ما هو قابل ليعود فيه شعر زين وشعر ما هو زين ولا زين ولا ما يقعد ولا زين ولا ما خلق لكن اللي ما خلق انا بالنسبه لي ما نسميه الشعر وبالتالي ما نتناوله صحيح وذا اللي زين تبرز محاسنه زين نعرف حد فشطنا عن حد بعد نعرف حد فشطنا بعد عن حد ولا نعرف حد فشطنا بعد عن حد ولا رعى انه رد دهر بعيد نعرف حد فشطنا بعد عن حد ولا رعى انه رد دهر طويل كذا ولا قد به الوحله والبعد يجي يتوحش ذاك الحد الشد التوحاش وتنظن عليه غير انا ما نعرف حد واحد راعي مستحيل دي الصوره اللي قطعت الزمن من قدامها ومن وراها وجعلت الزمن كامل لحظه بر الزمن كامل تكركس عند ذيك اللحظه ذا اللي منه ماضي ما يعني هو ذا اللي منه جاي في المستقبل ما هو خارج قاع خارج من الزمن ذيك اللحظه انا ما نعرف حد يتوحش حد راعي فيه هذا ذاك النوع نادر معناها شنو؟ معناها ان الشعر الحساني غني نوع من الغناء الحسي والجمالي حايد عن القياس وبلاغته
بلاغته ما هي عليهم شيء. شو إلين تلاه يشكر ذاك اللي يوصل لهم البلاغ. لو كان الكمال حقق بنوا للي غير الجلال ما ينقال لكم فيها نطاق ويعود لكم ذاك الكمال. شوف القدرة على إبراز بلد ما يقد ما يقد يوصل له رجاج واللي تلو راها إلا الرد. ما شاء الله شفتوا مثيلة هون في الكتاب واحد منها وطيتك في المعروف وقوف. إيه معروف دون خصلاتك ما يبع لحد تلا معروف ما عاد مبقى وطيته. هذا إيش له ينقال؟ ما يقد كتش وقع وفي الهجاء شفتوا مثلا. عياذ بالله. آدم آدم أو من حوى. خسر ريت دم أكون يا عم كنت وراء خلص دم أكون يا عم. إيش لا ينقال؟ خسر خسر عياذ بالله. إيه. قمة بالحق. إيش ما تلي بيقولوا ما تلي بيقولوا راشي معناه عنه حيد عن قياس اللي فيه من 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 القدرة القدرة على التعبير والغناء ما هو ما عليهم شيء إلا قط باطق طرحت على زملائي خاصة اللي هم أدباء جدو زملاء اللي معايا في برنامج معه قد اقترحت عليهم انهم يكتبوا وما اساتذه حق وهذا تحيه طبعا لهم الناس هذا تخصصهم وقادرين قطعا عليه يكتبوا يخسروا شيء من الوقت يخسروا شيء من الوقت في الكتابة. ما تقترح ان تكون في كليه ولا على الاقل قسم في دراسة الشعر الحسن هو يلا تعود جامعه نواكشوط على الاقل القسم يلا تعود كليه الاداب يلا تعود الدرس إيه اللي هو تدريسه ما هو فقط تدريس ماده ادبيه تدريسه تدريس اخلاق هو خزان للاخلاق والقيم هو 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 لا خرص انت قيمه فاضله مجدده هو تقد تقول انه تقد تقول انه يضم جميع عناصر التراث الوطني يجمعها هو في التوجيه في ال 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 هي اسمه الافتخار بال 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 القيم الحميدة الإبراز محاسن المجتمع كل شيء لا يتبحى عنه في التراث لا يتراه في الشعر الحساني استاذ طولنا على المشاهدين ما قلنا لهم نص ادبي من كاشكم ما هم ليه يقولوا ما هم مين استاذ ما هم ليه يقولوا ما انا قابلين هم ليه يقولوا لا بد ان تخرص لنا النص والله اثنين على الاقل اياك باطل شفت قط لفت انتباهي تركه واحدين من الشباب في واحده من المحطات عندي عنها ما نعرف كانها محطتكم انتم والله كانوا يناقشوا وجابوا نوع من لغنة قالوا شو السكوت قالوا شو السكوت زين اقول رايكم فيها غير وصلوا هذا انا زين عندي هو زين عندي كابداع غير اسمه ما هو زين اسمه تنصرفتوا باللي وما مستغني عنه قد يقبلوا الاسم ثاني احنا ما قلينا الاسماء اياك نعود نقول شاسيكور نعود سمو غنانا على لاندروفير والله الله على تويوتا والله على متشبيشي ما ادري قد نسموه تسميه ما هي ذيك وقبضني لقبه في ذا اللي قالوا قلت فيه طليعه هما 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 يشرطوه انه يعود لا ستي في الوقت طالع من ستي في الوقت التالي راس طلعه قديم التالي راس طلعه قديم قلت ليش يلاحقني التنجيل جماعه العقل من قبيل نجلاء وهاشم يا الجليل متوحشهم ما فتم شيء شنو حالي لا تنقيل بريبيزتي ولا شيء حال عندي تحيه طبعا بريبيزتي ولا شيء مقيل بريبيزتي ولا شيء هو مقيل سعيد عبد الجليل بريفيزتي ورشيت وعظم الهلات وكنت مريت من الصيقان وتجلي تحد مقيل فيهم ما راح من فمي عود التسد بي تروح له سي الصلاح وبات على عزم التوكار لا عاد اللي ما هو مرتاح يجري من مكمة البار مازال الحيوان في المراح معناها انه مقيل طويل وبعيد انا نجلاء وهاشم متوحشهم ما بتم شيء عنهم الجماعة اللي هم ما بتم شيء عنهم انا قيس جماعة لين عود الى ات الى ات خرس نص اخر وجو في دينا كان نص قديم عندكم قط شفت زي الارض اللي نقول لك ارض في ارض مالي ورك ياسر منها يخير
لهي نمشي من هون تماشي نقصها 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 لين نجيبها للنعمة. إذن هي أرضنا اللي كنا نشتوا فيها أني الشير ونعرف بعطيك ساعة أني الشير نزلت ذكريات وعدي بيها مزلت الشير احتفظت فيها ذاكرة. نقول الغرد وطلحي الدمراوي على بصبط والردفة وكار على أبو من فم جبا وقبل الشورة غرادة وراش والزعر وتغرفة الأجراو من طرحة وعليه بالرقاش من قبل بالتفقاد أحياء ويا عقلي بالليعة وحاش كبير وحجر لك فرقان مشتع عند مبيت لك باش والنعمة والحيوان اسمان والميراد مبيكت الأحواش وقرد الترباع وتقلط والكوزية وعليه بالقط وراسي رقي من كيف نقط تيفسكي من كيف نبط تيفسكي هزيناك مناش وبيار الشريكة لخطيت عليهم بالترياش والبطنان تجيه وتربط تسقي منه حيوان عطاش زازي كان مشتي ما قط ذاق الماء كافيها وراش وتربط الخضرة والصباط والخروب مدلي في عراش الطلح وفي الحاد تخلط أذرن ياق عليه الرقاش وكشتيم وقية والخط المسنتي مناطق الحراش أحيا من ذي لو كار الحط حزمك دبش وفيها تشباش متين وحاجة لك فرقان مشتا عند مبيت لك باش والنعمة الحيوان سمان الميراد بيك تلحوش الحوش الله هذه هذا التساؤل حاجة لك إيه خطاب ضمير شفت هذا هذه ميزة أخرى من ميزات الشعر الحساني وقدرته على تعاطي الرومانسية حسب ما يعرفوها أهل الأدب والرومانسية تعريفه ببساطة هو حديث النفس ومخاطبة الطبيعة وهون المغني اللي هو لك هو يحدث نفسه اصبر يا والله عندكم هون نموذج من دار كان عظيم حجار ساحر قطع بحير الخطاء وبلم حاضر وطوق ودار في قد غليق التيدومه وقطع الغارق ولو كاري العقرة لهم وهم حاك لهم وهم تساؤل فيه تعجب فيه تقول هون في المقصود ليس هذه المعالم ذاتها طبعا وانما المقصود هو ما شهدت تلك المعالم صبابة تماما فخلدتها الاحداث وحضرت لها مكانا في القلب تمام لا كيف لا كيف لا كيف كيف وطلع دار اليوم اقوم حراق قبال الاربن وطلع دار اليوم هي القيوم خلت على دار اليوم هي القيوم شفت اقوم التدون مسوي كانت دار مطروق وعاد حنون سبحانك القهر مع واد حراق اقوم ما وغان الاخبار يظهرك الصوره من قد يعطيها في قصيده من الشعر الفصيح صعب يعني بعدها مو استقصاء في المعنى ايه لا هي لا هي عجبها رتبيت بيت الين يعود موريتاني قد يعدلها تعرف لماذا؟ لأنه يفكر بعقلية الموريتاني المتقرحة مكتوبة بالعربية وده هو سر نجاح القصيدة الموريتانية في المنافسة وبالمناسبة أحيي الشاعر محمد اللي دومه اللي في ذي المنافسة الدولية الكبيرة مشى إلى المرحلة النهائية وجاء رقم ثلاثة مباشرة ما شاء الله معناها الخمسة هي الأخيرة سبقوا منها الاثنين وسبقوا سيدي محمد البمبة وسبقهم محمد الطالب معناها هذه القصيدة الموريتانية صاحبها يفكر بعقل المتلقين جبروا فيها نكهة ما يعرفوها في الشعر يعرفوها في الشعر لذلك لين جاهم بشجع ايضا سماه شعر الشعر الشعر الجماهير معناها الشعراء وهذا في الحقيقه شعراء عظيمين تحيه كبيره لهم لانهم مثلوا موريتاني احسن تمثيل ولانهم نقلوا القصيده الموريتانيه من محليتها الى فضاء العالميه و من هذا المنبر نحييهم تحية كبيرة تحية طبعا لهم تحدثنا أيضا عن نسيابية رأي محور هون تحدثنا عنه تحدثنا أيضا عن تأثير الثقافة الإسلامية والعربية في الصورة رأيها هون لقطة تحدثنا أيضا عن صار مزار اللي ينقال له الشعر الحساني والله شعر الأدب هو شعر مهتم به الأجيال لكن تتوارد بطريقة غريبة ان رجاجه كبير وتوف ويحفظ طلع الله اثنين الله ثلاثه ويقول الشعر ما يعرف خصوصياته ولا يعرف ذي بحركه ولا يعرف لا عادي
لا عرب حنيني غير ما في ما في مكتوب ما هو علم مكتوبيات حنيني لا عرب كان طبعا كان يكتبوا على السليقة ما يسمى بالسليقة لا عرب بداياتهم بدايات شعرهم ما كانوا يكتبوا شعرهم كانوا يقولوه توف ولا كانوا يعرفوا البحور العدل الخليل لابن أحمد طبعا ما كانوا يعرفوا البحور يقال على الأقل تعود كانوا يقولوه توف أصلا قالوه على نسق مشي خيلهم جابوا إيقاعه رباعي لذلك تلحق البيت الواحد فيه أربع قواطع موسيقية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدام لله داعي يقولوا لك عن أول بيت قيل في شعر العرب هو بيات عياض بن جرهم شخصيا لا أعتقد ذلك لأنهم ويقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر مكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواذر كل واحد من الأبيات بقد تعدلوا أربع قواطع موسيقية كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواذر هذه أربع قواطع موسيقية وهذا هو اللي جعله ببساطة يشوهد به على الأشواء عندنا في الزوار كيف توضح أكثر المشاهدية في الله غطى عن قبال الوافر وغنى به مقام ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا أخضر منها جانب جف جانب هذا شهر الأرحال لو كان اللي ما هو مهيئ للإيقاع أصلا لما تناسق معه ما يتناسق معه ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا أخضر منها جانب جف جانب نفس الشيء تيموجيج والله شوهد القتل المهم قيد تسميه يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أصفت لم تلومي هذا الشاهد قتمار هذا الشاهد قتمار غير بعده هو عنده نفس النسق نفس الحالة إلينا دقيس أيوة الغريب الأمر أن جميع الأشوار والنحاية مشوهدة بشيء بالشعر القديم الشعر العربي القديم باستثناء شور واحد ونحية واحدة حسب علمي اللي عالمنا به بعض اللي نعرفه مشوهدين كلهم مشوهد البيت مشوهد البيت المحمدي واحدة القرين مشوهد بزارت علي على شحط النوى سحرة وشو واضح فيه الموسيقى زارت علي على شحط النوى سحرة واختاض الجفن كمين عذب الكراسة ما لك اللي شفت انها اربع قواطع موسيقية ناحية ثانية مشوهدة ب خليفة المصطفى ابن بضعته من المجد المعلق استنى الوقت ما تلمني ياسر اللقاء الحمد لله الحمد لله حالة الحالة لكن احنا ما نريد الحقيقة الحديث كان ممتع ولا يتخرصون قصة طريفة قد خلقت لكم في المجالين الأدبي والإعلامي ولا سأل عندنا سؤالين نوجهكم وكل ما ختام إن شاء الله الأدبي أنا قاع ماني ماني متعب راسي به بيجلي ماني ما نعتبر راسي من الأدباء تبر راسي صقوطي عليهم بالمناسبة مقلع يا غير مبينة دون خط أحمر أصبرنا يا غير مبينة تكون فيها قابين أهي حد إيش كيف؟ أنا مشكلتي اللي سيء الحفظ. صبرنا لا يختير. أنه حد يروح لقبر. الله. صبرنا يا غير. من خط أحمر. قط مليم. بعد قط سمعت موج بودي قط سقط في نفس اللي أنا ما يقبله الأدباء أستاذ مشكلة كتبوا الأدباء ما يقبله الناس ما تقبلها مشكلة. لكن لا بيموتوا هما الطيبة و. وحسن حسن حسن الأخلاق. وش كيف القصة؟ قصة إعلامية نص قط 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 خليك شيء من المفارقات اللي قاعد كنت جاح. أفضل ما تقول نبدأ. نعرف مرة. مرة كنت مقدم نشرة الأخبار في الإذاعة. وقتخل قولي مبارقتين غريبة لين رد عليك واحدة منهم واحدة جاحدة من رد قط كانت كنت عندي نشرة الأخبار اللي هنقدمها وطرحته وقضيت عنها ومشيت خالق واحد متدرب معانا خالو شاف النشرة مطروحة
هي نشرة المسائية الرئيسية الأولى، بشك أنها نشرة قديمة وبها صدتها ما شوية ساعة تلفونات ما خارجة والناس ما يمقبضوا بشي، وأنا وما نعرف بال شيء تاني لين عاد سابق النشرة بنص ساعة، جيت الثامنة نجي ندود النشرتي هو بلد هبار لوت لوت هو بلد هبار هذا شو عدل فيه الناس مشات ما تلات هون تلفوني خارج هوان الحسن الحظ الانباء الوطنية، انا اول محرر نشرت الانباء الوطنية ضابطها قعدت وحررتها قمت جاي استريت اللي هي وكالات الانباء قبضت منها شيء من شيء من القصصات ومشي، والغريب في الامر اني عدلت نشرة من اروع النشرات اللي قط عدلت بها الجديدة كاملة ولا عاد لي بعد الوقت قال لي انه خمس دقائق اللي جهزت نشرتي هي ذرك مفارقة زلت لي نتذكرها نتعجب استاذ بس المشاهدين فرق الاخر لا بد ان ننهي لكن يقول المشاهدين يطلبوها اللهم استرنا بالسكر جميل تميت مقدمه نشره اخبار وذيك الساعه موريتان غازين هالفيران وانا ماني شجاع على على هذه الحركات اللي حركات الترابز ماني شجاع عليها لا ما يموت وتميت مقدمه نشره الاخبار لين نزل فار على راسي الفيران غازين لذا عليك الساعة وغازين العالم موريتان كامل غازين لراس استديو مفتوح وانا قدم نشرة اخبار اي حركة له يقوم لعياط حرت في واح تالي وتو قررت اني نستمر لا قلت عنوان الخبر اللي قدام ولا نستغرق واشنطن هو الخبر خبر عن الولايات المتحده الامريكيه عنوان واشنطن لين قلت واشنطن اعرف انه ذا اللي عليه ما هو خشبه صاروا سالعت في واشنطن رجعنا طيب استاذ تعرف شنو يقصد استاذ زمان والقران سؤال زمان والقران القصه لا الله يحفظ حمدان ان شاء الله الله يحفظ ان شاء الله طال عمره طول عمره ان شاء الله تعرف تعرف هو هي طبعا العلامه الكبير هو الشيخ محمد المختار والمبال اللي ردحوا هي الاثنين بيه ما تعرف تميت عندي برنامج هيك الساعه ينقال له المسابقه الثقافيه هل اذا والاسئله نطرحها كامله نطرحها ما خالق مجال الموضوعات مجالات كامله نطرح فيهم الاسئله تميت لين اتصل بي واحد وقال لي نعطيه سؤال في القرآن قلت له عندي اسئله مطرحه القرآن قال لي هندور واحد جديد اعطيته سؤال في القرآن ولا جاوب قال لي اعطيني سؤال في الزوال قلت له يا اخي ما هو متبعت قال لي انا ندور سؤال في الزوال اعطيته له ما جاوب بيني انا وراسي ما تمونكت نرقش يا فرض نعطيه اسئله متبعده وهو ما هو مجاوبه يجي واحد من تلفزيون قال لي انا ندور سؤال جديد تزاد قلت له دور سؤال في القرآن والله في الزوال كان استاذ حمدان استاذ اخباري ثاني يوم هذا ما اصبع تلفنت على الشيخ محمد المختار المبالي اكس ساعه عندي انا رئيس مجلس الاسلام الاعلى تلفنت له يسول عن روايه جازين بخير وكل العلماء وهم اصدقاء اصحاب يسول عن روايه اضحك وقال لي فلان يا اخي هاي بعد قد عدل الاعلام سؤال وسؤال من جيت الحمد لله ما زلت جاي خرب موطس تحيه طبعا لعلمائنا الاجلاء ان شاء الله الله طول عمرنا في طريق استاذ ثم استاذ الاعلام في الحقيقه مع هذا العالم والاعلام تحرير الفضاء السمعي البصري وشهد الطفره في البرامج وفي القنوات والاذاعات وتنوع البرامج ومضامينها شنو قراءتكم شفت انا ظهر لي عن الاعلام تخصص من أهم تخصصات العصر اللي احنا فيه يا غير عندنا هون يعوم عوم ما هم هناك مثلا من هب ودب يعد الإعلام يعد الإعلام والإعلام أصعب من اللي عدله حد ما يعرف ويسمحوا لي المتخصصين أنا فعلا واحد من جيل الأميين اللي ما درسنا في المدارس النظامية يغير توفرت لنا ظروف إن أدخلنا الإعلام
ظروف خارج من الإعلام اللي ذاعها، وتشكل مدرسة وتكوننا فيها، تكوننا فيها فعلا. والإعلام من 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 بين العلوم الإنسانية هو ما هو مبتني على النظرية، مبتني على التجربة، هي الأولى. يجوا النظريات وراء ذاك، تجربة ناس مارسوا الإعلام ويكتبوا تجاربهم ومن ذلك تقع النظريات. بينما العلوم الإنسانية الأخرى النظريات، النظريات هي الأولى. الواقع صعب شو تبدأ تلوّد فيها. إذا شيء ذنبته لا بد لقاش من يعود يعرفه. أنا فعلا أنا قريت في المعهد العالي وفهم ياسر من الشباب اللي يبقوا يعدلوا الإعلام، غير دائما طارحين قدامي عنهم شافوا بعض الحالات اللي ما تشجعهم، مثلا شافوا بعض الإعلام اللي خاصة الإعلام الإلكتروني اللي ما هو ملتزم، ما هو مثلا ما ينسجم مع روح المجتمع. أيوة فاهمين حيادية الإعلام وموضوعيته، فاهمين فهم خطأ. حيادية الإعلام ما تصح يا غير موضوعيته تصح. كونك تعود حيادي انتظر كلين تعود موريتانيا مهددة، لا يتعود حيادي. الحيادي ما يستحيل هناك، لا يتعود حيادي. قضية الفلسطينية ما يصح، ما يصح فيه الحياد. CNN هي وحدها اللي تغطي الحروب الأمريكية والعالم يقبل عنها، وحتى الصحافة الأمريكية كاملة تقبع عن CNN ولا تتخطاها، وCNN تقبع عن ضابط الارتباط المخصص لها ولا تقبل عن أي ضابط ثاني ما هو هو ذاك، وإلا أعطاها ذاك معلومات ما هي اللي ترفضها، ترفضها. لماذا؟ لأن هذا الأمن القومي. هي نفس الحالة، إحنا أمن الوطني بسمح لنا نعود حياديين، يا غير نعود موضوعيين ومعالجاتنا. مسألة ثانية، الإعلام عندنا والله يحسن منه بدأ من بل منين بدأوا الأوروبيين في القرن 17، مرحلة الإثارة والإشاعة وما نسميه الصحافة الصفراء، هما فاطنوا بالعجلة إن هذا ما يخدمهم وتخلوا عنه ومشوا عنه وطوروا عنه. إحنا ما بدأنا من بل منين انتهوا، بدأنا من بل منين بدأوا. كيف؟ بدأنا من بل منين بدأوا، وبالتالي عاد إعلامنا مشوه، ما عنده مصداقية، يكذب. طيب احنا مجتمع منفتح، ما خالق رقاش يبقى يجبر معلومات ما يقدر يجبرها. ابحث انت عن المعلومات، انك انت السلام الاول ايش طارق، انك انت كسلان عن تبع والله ما انك مضيع شيء من وقتك للبحث عن معلومات، تلجا لطريقه. المساله الثانيه، احنا مجتمعنا مجتمع مسلم محافظ، لا خالق مجتمع ما يخلق فيه الأخطاء. مثلا خطأ ارتكبه شخصين أخلاقي، فرق استرهم ولانا لم تنتبه، مش حايزك على تفضح انت تتبع عورات الناس، تتبع الله عورته. انت هذا ما يخدمك انت، ولا يخدم المجتمع، ولا يخدم ذو الناس، بل يضرهم. بيلي ضار أشخاص وضار قبائل وضار جهات وضار دولة. معناها شنو؟ معناها الإعلام ذا اللي ينقال له الغسيل، غسيلنا ما ننشره للآخرين، وانت تكتب كلمة بسيطة هون تنقر على الكرة الأرضية في دقائق، ثواني تنقر على الكرة الأرضية. بالتالي إعلامنا فاصل فقط بالضبط، في ناس يعودوا عارفين انه أهم من اللي يعدل له ذاك النوع. زين، واضح استاذ، شكرا جزيلا لكم. الحقيقه الوقت ما كان هكذا اختلفوا على حالته هاي، لكن هي حالته. الحديث كان ممتع الحقيقه، واستفدنا، انا استفدت الحقيقه والمشاهدين. شكرا جزيلا لكم استاذنا الكريم، شرفتنا بقبول دعوتنا الحقيقه، على تواضعكم وقبول دعوتنا في الحقيقه ورغم مشاعركم. شكرا جزيلا لكم استاذ ابن حديد المسارك. شكرا جزيلا. مخرج طلعنا الفكره، طلعنا من مخرج فاصل.